In the name of Allah, the most merciful, the most compassionate, dear secondary stage students, welcome to a new edition of your program, Madrasa Al-Hawa. Dear students, we have the pleasure to host Mr. Asam Mukhtar, senior teacher at the Ministry of Education. Hi, Mr. Asam. Hi, Mr. Muhammad. The pleasure is mine, of course. Thanks a lot. Dear students, today, inshallah, we are going to study Unit 4. And as you know, it's entitled Writers and Stories. Kutab wa Qisas. And for sure, we are going to talk about the famous or the pioneer of or in the Arab literature, Yahya Ha'i. أكيد النهاردة مستر عصام حضرنا كتير جدا جدا معلومات عن our writer, ولكن نبدأ مع مستر عصام دلوقتي ونشوف يا ترى عندنا إيه. اتفضل. Thank you, Mr. Muhammad. First of all, our dear students, we have to shed light on something very important, the title itself. العنوان نفسه. يعني احنا موافقين جدا في اختيار هذا العنوان, Writers and Stories. ليه بنكتب الكلام ده او العناوين ديت؟ لازم تبقوا مدركين ان المنهج مش مجرد بيعلمنا بس اللغه, لكن بيثقفنا كمان, and shed some light on our own literature, بيعرفنا الادب بتاعنا الشخصي. مين يحيى حقي؟ Who is يحيى حقي؟ كتير ممكن ما يكونش عارف. يحيى حقي زي ما قال مستر محمد مشكرا, كلمه pioneer. Pioneer هنا معناها رائد, معناها he is the first one to do something no one had ever preceded him. يعني ده يعتبر اول واحد في حاجه معينه. في ايه؟ He is considered as the pioneer of the short story in our literature. لو خدتوا بالكم احنا كاتبينها قدامنا ممكن تظهر حالا. قبل ما نشوفها يا مستر عصام عايزك تاكد تاني مشكورا على كلمه pioneer, لان طلبه كتير جدا بتسال, انا بشوف في التشويسز عندي leader وعندي pioneer, يا ترى ايه الفرق؟ لكن ما تنسوش احبائي, we are waiting for your phone calls, and if you have any question just pick the phone and give us a call on number 2575-6187. هنشوف دلوقتي الفرق بين كلمة leader وكلمة pioneer مع مستر عصام. لو قلنا هنا pioneer معناها رائد in some kind of speciality, في مجال معين أو في اتجاه معين. لما أقول هنا pioneer رائد في مجال, مجال زي إيه؟ ممكن نقول هنا science or stories. فهو فعلا زي هو موجود عندنا في الكتاب, يحيى حقي is the pioneer, يعتبر هو الرائد الفن القصصي, بس في حاجة معينة. He was specialized in short stories, القصص القصيرة. تاني كلمة leader. leader جاية من كلمة lead, L-E-A-D, بمعنى يقود. لما قول هنا leader بمعنى قائد. قائد يعني إيه؟ مثلا he is the leader of the army, هو قائد الجيش. He is the leader of our group, احنا عاملين مجموعة معينة, هو الليدر بتاعنا. He is the leader of the country, هو قائد الدولة. يبقى إذن leader واحد بيقود مجموعة من الناس, غير pioneer. pioneer رائد ده حاجة تانية خالص, معناها إنه هو he is conquering something for the first time no have ever been one before. يعني الشخص اللي بيقوم بشيء لأول مرة مش بالضرورة يكون هو الأفضل, ده طبعا إيه بتتبعه الناس بعد كده. إيه رأيك مستر عصام نتلقى the first phone call, and we have عبد الرحمن from Cairo. عبد الرحمن, ألو. إزيك يا مستر؟ ألو ألو ألو, إزيك يا مستر؟ الله يسلمك عبد الرحمن. عايزك عبد الرحمن الحمد لله يعني توطي التلفزيون على الآخر وتسمعنا بس من التليفون معانا. الحمد لله يا مستر. علي الصوت شوية يا عبدو. أيوة مع حضرتك يا مستر. صوتك بعيد. مع حضرتك أهو. إحنا سامعينك أوي يا عبد الرحمن, بس أنت صوتك بعيد شوية. صوتك بعيد شوية. طب حضرتك سامعني كده؟ طيب اتفضل. طب قول, هنحاول. حضرتك كان في جملة بس عايز احولها لأكتيف. عندك جملة بس عايز احولها لأكتيف. جملة باسيف. اتفضل يا عبد الرحمن. طيب معاك مستر عصام اتفضل. I was seen. الصوت بعيد شوية يا عبد الرحمن, اعلن الصوت شوية. I was seen. I was seen. I was seen by the dead يا عبد الرحمن. by the dead. ماشي. مش عارف عبد الرحمن, يا ريت يعني من البدايه كده. انا بقول لك انت وكل احبائي الطلبه تاكدوا يعني ان احنا عايزين نفيدكم بقدر الامكان, وعايزين الجمل المفيده اللي هي تيجي في الامتحان. يعني اكيد مكتوب عندك على الشاشه ان معاك مستر محمد مختار ومستر عصام مختار, ومكتوب عندك خبراء اللغه الانجليزيه, وبالتاكيد يعني الناس دي بفضل الله قادره على الاسئله. يبقى لازم نجيب حاجه خاصه بالمنهج, وما نجيبش حاجات اصلا تضيع وقتنا وتضيع وقت زمايلك. يعني anyway مستر عصام مش محتاج يكتب الجمله, هي مكتوب I was seen by the dead. الجمله هنا بالنسبه لك باسيف, كلمه باي اصلا اللي هي بجوار. تمام. ايوه طبعا بجوار. يعني كلمه بجوار. عموما مستر عصام مشكورا, كتب الجمله ظاهره قدامك, انت بتقول له I was seen by the dead. الجمله هنا باسيف,
اكيد طبعا ان the dead people الناس الموتى لا يرون او لا مش هيشوفوا. لما اقول I was seen by the dead هنا passive صحيح. in by هنا معناها beside بجوار. يبقى بالتأكيد في احد دفني بجوار الميت. هتبقى someone saw me by the dead. someone saw me by the dead. anyway thanks صلاة عبد الرحمن and we are waiting for more and more beneficial questions. okay هو عبد الرحمن يمكن كان يقصد حاجة. بص يا عبد الرحمن احنا عندنا فنيات معينة و specifications معينة في الامتحان. الامتحان عندك سؤال يا اما هتختاره في التشويس وموجود عندك اربع كلمات هتختارهم يا اما عندك جملة بالشكل دوت وموجودة في فاينل ميستيك بس اكيد لازم يكون فيها ميستيك. فخلاص ما بقاش في هاي ليفل عشان يقول لك حط لي الجملة دي اكتف اور تيرن ات اور تشينج ات انتو باسيف. الحاجات دي يا ريت تسأل في نفس النمط ونفس النسق بتاع الامتحان اللي بيجينا اخر الساعة بالظبط. اوكي نرجع تاني للجزئية بتاعت ليدر اند بايونير. اتكلمنا في حتة ليدر اتكلمناها شفوي. تعالوا نتفرج عليها تحريري. هي was a great leader معناها هو كان قائدا عظيما. then he won many battles. الراجل ده كان قائد عظيم عشان كده فاز بالكثير من المعارك. تمام. طيب مستر عصام معنا محمود من البحيرة. هاي محمود. هلو محمود. ألف عايز. وعليكم السلام. السلام يا محمود. ازيك يا مستر؟ الله يسلمك. الفرق بين الايك وايدنتيكال بيقول ايه يا عصام؟ الفرق ما بين الايك وايدنتيكال. تمام. عبد الرحمن ولا مين؟ ده محمود. من محمود. في حاجه ثانيه يا محمود؟ لا شكرا. الصوت يا محمود. لا شكرا. طيب يا حبيبي تابع معانا. مشكور مستر سامح علينا وضحك. بس يا محمود الايك وايدنتيكال. يس احنا عندنا كلمه الايك هنا معناها يشبه او يبدو مثله تماما. وعندنا كلمه ايدنتيكال متطابق. لو خدنا بالنا شي جمله زي كده لوكس لايك her mother هي تبدو مثل والدتها. شوف انا كاتب ايه like. both look alike معنى كده ان كلمه alike تيجي ستوبر في اخر الجمله بتقفلها الجمله وتدي نفس المعنى بتاع مشابه. لكن لو انا نقلت على كلمه identical they were identical وتقريبا دايما معها الكلمة بتاعت twins لازم نحطها كصفة. identical twins يعني توأم متطابق. في فارق ما بين I like لما تبقى جاية position بتاعها في الجملة فين وعندك identical بتبقى جاية كصفة تبقى جاية جوه جوه. يعني نقدر نقول لمحمود ان خلي بالك محمود عندي كلمة like وعندي a like. like ممكن تنفع verb. we all like محمود. احنا كده بنحب محمود تمام. we like محمود. لكن لو قلت we are او he is مثلا like محمود حطيت verb to be he is like محمود يعني هنا يشبه تمام. لو قلت احمد and عمر are alike احمد and عمر are alike متشابهين. طبعا ما حددتش هنا بالضبط متشابهين قد ايه. يعني ممكن اقول مثلا quite alike اختار مثلا very alike so alike احط قبليها adverb عشان ابين الصفه لقد ايه قدرتها او قوتها. لكن كلمة identical اقوى شوية متطابقين او متماثلين. حسام and ابراهيم حسن are identical twins. identical يعني متطابق طبعا بتبقى درجة اقوى من كلمة alike. anyway we have احمد from اسيوط. احمد هاي. هاي مت ازيك؟ الحمد لله. طيب اتفضل السؤال بتاعك. عندي سؤال find the mistake. شكلك يا مستر عصام النهارده اتكلمنا على الوحده الرابعه. اتفضل يا احمد. يور فيس. علي صوتك. يور فيس. يور فيس. يور فيس. لوكس. لوكس. فاميليار. فاميليار. هافنت ار. هافنت اي. هافنت. ان يو. هافنت اي. ان يو ايفريوير. هافنت اي سين يو. يو. everywhere. everywhere before. Okay. before. تمام.
بص يا احمد، احنا عندنا الجمله ببساطه جدا، لما يقول لي هنا your face looks، ولسه كنا بنتكلم فيها حالا. طيب احمد فصل احمد يتابعنا من العشاء. يتابعنا من العشاء. your face looks familiar معناها ان وجهك يبدو مألوفا. فواحد بيسالك haven't I seen you، haven't I معناها هل سبق لي وان everywhere before، هل انا شفتك قبل كده في كل مكان؟ لا، هو ما يقصدش everywhere. haven't I seen you somewhere before، هل لقيتك، هل وجدتك في مكان ما؟ في مكان ما انا شفتك فينا قبل كده، لكن في كل مكان. تمام، يبقى الصح يا مستر عصام هنغير كلمه everywhere وتبقى somewhere. لاحظوا الفرق يا احبائي، haven't I seen you somewhere before anywhere before، لكن ما قلناش كلمه everywhere. تمام. طيب في معلومه مستر محمد يا ريت نقولها بقى دلوقتي. اتفضل. بالنسبه للسؤال بتاع يا اولاد الفايند ميستيك، عشان برضو تبقى الامور واضحه جدا، طريقه الحل بتاع السؤال. لما يجي لي سؤال زي كده، وي هاف 6 ايتمز، انت عندك 6 نقاط بست درجات، فمن المفضل ان انا اكتب الميستيك في حته واكتب الكوركشن بتاعها جنبها، عشان لو الميستيك صح والكوركشن مش مظبوط يبقى انا لقطت على الاقل نص درجه سؤال، لان لو كتبت الكوركشن على طول وما طلعتش هي يبقى انا خسرت كتير، خسرت درجه كامله. فلازم يبقى محدد الميستيك فين، اهو اقول له شكرا كده النص بتاعك الاولاني، لان السؤال بيقول ايه المنطوق بتاعه. ايوه. find the mistake in the following sentence and write them correctly. دور لي على الغلطه الاول وبعدين ابقى اكتبها صح. فلازم احدد كده الغلطه الاول. تمام. thanks مستر عصام. and we have منى from حلوان. هاي منى. وعليكم السلام ورحمه الله. هو انا لسه بتلخبط في present continuous و going to. استخدمنا present continuous. بتتكلمي على future forms. بس بلخبط فيهم بال going to. تمام. بتكلمي يا مستر عصام على الوحده الاولى unit 1، طبعا بيحصل فيه لبس عندها في ال future continuous اللي هو will be verb ing، وكمان الصيغه بتاعت be going to اللي هو near future. تمام. نبص مع بعض كده. تابع معانا يا منى. طب في سؤال تاني من المره كده الاول. في يونت 2 المعدود والغير معدود. كاونتبل اند ان كاونت. يس. هنقول لك النقطه الاهم في الوحده دي. تمام. نشوف. تابع معانا يا منى وبالتوفيق دايما. اتفضل. بص يا منى، احنا عندنا اول حاجه ثلاث كلمات دولت intend و plan و decide. هو الجملة لازم يكون فيها حاجة زي كده keyword تحدد لي أنا داخل في أنهي اتجاه. دي بتاع verb to be going to، والاتنين أكيد طبعا معناهم سوف، وفي الآخر هيبقى فيه infinitive. لما يقول لي هنا رامي intends ينوي، احنا عندنا intend ينوي، plan يخطط، decide يقرر. يبقى رامي intends to spend the weekend، هيقضي أجازة نهاية الأسبوع in أسوان مثلا، بس لازم تكون في الشتاء طبعا. لما يقول لي جملة زي كده intends ويكمل لي هنا he ونقط، أكيد هيقول لي هنا he is going to spend، وأكمل جملتي. ليه بقى هكمل وقول is going to؟ لأن حط لي كلمة بنسميها الدرايفر بتاع الجملة اللي هيسوقني للاتجاه بتاع الزمن المعين. في الامتحان جملة زي ديت ممكن يقول لي he will ويقول لي find a mistake. إذا في الأول بيديني هنا كلمة أو كلمتين أو ثلاثة من خلالهم أقدر أحدد يا ترى أنا داخل في أنهي اتجاه؟ لأن أنا عندي هنا لبس كبير في will وinfinitive وverb to be am is or going to. فلازم يا منى ابقى واخد بالي من الثلاث كلمات البارزين جدا لتحديد جمله زي كده. طيب هنفترض بقى ونحط جمله في الفيوتشر، والفيوتشر ايه؟ مش مجرد فيوتشر سامبل، ده هيبقى فيوتشر كونتينوس. بمعنى ايه الفيوتشر كونتينوس؟ هو قبل المعنى نعرف الشكل الاول والفورم بتاعته. لما يقول هنا ويل ومعاها بي واكيد بروسيدد باي فيرب اي ان جي، معناها ايه؟ انا في الفتره ديت هكون بعمل كذا. يعني مثلا don't call me on Tuesday at 7:30، ما حدش يتصل بيا يوم الثلاثاء الساعه 7:30. ليه يا عم انت ناوي تعمل ايه؟ ابتدي مشغول. بيقول هنا I will be attending، لان في التوقيت دوت يوم الثلاثاء الجاي، هنفترض احنا على الهواء طبعا النهارده الخميس، يوم الثلاثاء الجاي في التوقيت دوت I will be attending an important meeting، هكون
في اجتماع، معنى كده ان الاجتماع دوت اكيد هيكون ابتدى من قبل 7. تمام. يعني دلوقتي باختصار يا مستر عصام، الفرق بين صيغه بي جوينج تو ام از ار جوينج تو بلس دي انفينيتيف. اتفقنا لما نلاقي في الجمل كي وورد زي كلمات انتند وديسايد بلان، الكلمات دي على طول بستخدم ام واز وار جوينج تو زائد المصدر. تمام، تعبر عن انتنشن او بلان او ديسيجن. كمان لما نلاقي في كلير ايفيدنس، في دليل قوي، او يبقى عندي مثلا something you see، حاجه انت شايفها، or something you notice، حاجه انت ملاحظها، زي مثلا شايف ان the sky is full of dark clouds، مليئه بالسحب السوداء، على طول بتستخدم صيغه be going to. هتقول it is going to rain. Why? Because the sky is full of dark clouds. ده بالنسبه للجزء بتاع be going to. انتقلنا للجزء بتاع future continuous، ان will او shall be verb ing، حدث هيستغرق وقت في المستقبل. يعني مثلا قبل ما نيجي احنا على الهواء جينا قلنا مثلا انا ومستر عصام اتصلنا مثلا، قلنا لاصحابنا اتصلوش بينا مثلا، لا قلنا للطلبه لان اتصلوا، لكن اصحابنا اللي هم مش مدرسين انجليزي مثلا ده ما اتصلوش في الوقت من واحده مثلا لاثنين. ليه؟ because we will be explaining unit 4. we will be explaining unit 4. عموما معانا ابراهيم من هنا. هاي ابراهيم، معلش طولنا عليك صرفنا كتير يعني. ابراهيم ازيك؟ الحمد لله تمام. علي صوتك يا ابراهيم شويه وحاول توطي التلفزيون. اتفضل. عايزين الفرق بين ايه يا ابراهيم؟ عايزين الفرق بين حاولوا تشوفوا لنا الصوت يا جماعه في الكنترول. معلش يا ابراهيم بالراحه كده، واحده واحده. طب هقول لك يا ابراهيم، معلش حاول تقفل اتصل تاني، اقفل اتصل تاني على اساس برضو الصوت يوصل بشكل كويس. طيب كان معلش كان عندنا معانا ابراهيم زي ما قلنا من هنا، هيحاول يتصل بنا مره تانية. هنكمل سؤال مني يا مستر عصام، وكان عايز تعرف تاكد على الكاونتبل وان كاونتبل. تمام مره تانية اتفضل. احنا عندنا كلمه هوليداي، نخش في الكلمه على طول بقى على طول. هوليداي هنا بمعنى اجازه. لما يقول لي هنا اي am going on a holiday، هي holiday ديت countable ولا مش countable؟ طبعا countable، عشان كده بنحط قبليها a holiday. وبعرف اقول holidays. في الحاله ديت لما هجمعها يبقى في الحاله ديت هقول هنا I am going on many holidays. جمع باين وواضح وصريح. هو ممكن يجي لي في كلمه زي ديت يقول لي انا ينفع اقول I have، ما جاتش have، I am having many money. هي money بتجمع. حد جرب وقال كلمة مانيز مثلا؟ ما حصلش، ما ينفعش اقول كلمة مني اكيد. ففي الحالة ديت احنا النمرة واحد بنفرق ما بين الكاونتبل اللي هو زي boy boys car cars man men الحاجات اللي زي دي، لكن لما ندخل بقى هي المشكلة النقطة بتاعت السنجلر اللي مش يتجمع زي ايه؟ cash money information news furniture، كل دي حاجات بنسميها abstract noun ما بتتجمعش. عايزة تقري كويس يا مستر عصام. ايوه عايزة تحفظ طبعا. طيب معانا علاء من هنا. هاي علاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن معايا سؤال ترجمة يا مستر، ممكن تترجمه لي بس. تمام اتفضل. طيب مستر عصام هيتلقى الترجمة، اتفضل كده قول. الآداب والفنون. الآداب والفنون. الآداب هما مرآة المجتمع. والفنون هما مرآة المجتمع. هما مرآة المجتمع. فكلما كان متطورين. فكلما كان متطورين. متطورين. دل ذلك. تمام، دل ذلك على رقي المجتمع. على رقي المجتمع. تمام. قطعة زي الفل. جملة أنا أحييك. ممتازة جدا وأحييك فعلا يا علاء. ليها علاقة حتى بالوحدة. وبالوحدة صحيح، برافو عليك. طيب لو عندك سؤال تاني بالمرة كده يا علاء. ماشي، هو ترجمة كمان. ترجمة كمان؟ طيب بالمرة بقى. اتفضل. إن الجدل والخلاف. اكتبها فورة تانية يا مستر عصام عشان بس إيه؟ إن الجدل والخلاف. والخلاف. بين أفراد المجتمع. إن الجدل والخلاف.
بين أفراد المجتمع يؤدي إلى تدهور جميع مجالات الحياة تمام. زي الفل يا علاء، تابعنا في الترجمة وكويس. انت برضو بتنا حاجات خاصة بالوحدة ونشوف الإجابة مع مستر عصام. اتفضل نمرة واحد يا علاء. احنا عندنا نحدد الكلام الاول، لما يقول هنا الاداب والفنون لازم احدد السبجكت انا ماشي انهي اتجاه، يا ترى ده مفرد ولا جمع؟ واضح قوي ان هما مع بعض، يبقى هنا بنتكلم على بلورال. الفيرب بقى الفعل اللي هيجي، يا ترى زمانه هيبقى ايه؟ فهو لما يقول لي الاداب والفنون هما، قصة هما دي باينة جدا انها فيرب تو بي. اداب طبعا احنا لسه بنتكلم literature، فنون هتبقى arts، يبقى literature and arts are the mirror. كلمة mirror M-I-R-R اكتبها هنا mirror. طبعا هو المفروض يا علاء احنا بنفرغ الكلمات الصعبة الاول، يعني اداب مثلا، فنون، مرآة، مظلما، متطورين، الحاجات دي بنروح عاملينها زي درافت كده. mirror خلاص مرآة، تعالوا بقى نشوفها احنا كاتبينها. مجتمع هتبقى society، مهم قوي افرد الكلام عشان اعرف ألمه مع بعض. مظلما هيبقى dark. متطور اكيد developed، دل، كلمة دل هنا بمعنى بروف، يدل على بروف P-R-O-V-E. رقي المجتمع، فاضل اخر حاجة بقى، يا اما تكتب لي advance او progress. لما اقول هنا بقى الكلام بعد لما جمعته، الاداب والفنون literature and arts are the mirror of the society. خليك معايا احنا بنرتب الاول بعد كده هنكتب. مرآة المجتمع، مظلما كان متطورين دل، مظلما هنا فكلما، عفوا دي مش مظلما دي كلما، فكلما حلوة قوي كلمة كلما دي جميلة. زمور زمور. طب ناخد معانا يا مستر عصام، معلش احنا هنقطعك، رجع تاني معانا ابراهيم من هنا عشان بس يساعدنا في الترجمة. عليكم ابراهيم. ازيك يا مستر عامل ايه؟ الحمد لله يا حبيبي تمام. تعال ابراهيم. عايزين يا مستر بس الفرق بين الريسبكتد. تاني يا ابراهيم. الفرق بين الريسبكتد. ها؟ والريسبكتبل. ريسبكتبل. ريسبكتبل وريسبكتبل تمام، حلو قوي. طيب صوتك واضح اهو، احنا فهمنا سؤالك، لكن عايزك تكمل مع مستر عصام الترجمه وهتبان قدامك دلوقتي على الشاشه. شوف لي كده ابراهيم مستر عصام في الترجمه، اتفضل. كنا بنتكلم في جمله الاداب والفنون هما مرآة المجتمع، عايزين نركب الجمله دي على بعضيها لغايه هنا كده يا ابراهيم. الترجمه الترجمه ازاي؟ الليتريتشر اند ار. ايوه ايوه. ار ذا ميرور. ايوه تمام. اوف ذا سوسايتي. تمام. ايوه بس الجمله، فكلما كان متطورين جمهور. ايوه الراجل ده لا 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 ده ابراهيم جاهز. فكلما كان متطورين ايوه جمهور زي ار ادفانسد او ديفلوبد. نعم the more they are the more they are. نكتب بس عشان نتابع بس. طيب نكتب بقى الجمله بقى. The more they are literature. مش شايف. طب اوكي. كان هو ابراهيم اصلا مستر عصام كان بيكلمنا من الشارع. اوكي كانش شايف. literature and arts are the mirror of the society. مرآة المجتمع. فكلما كنا لسه بنتكلم هنا the more، كلما دي معناها كلما، the more they are، كلما كانوا هم، they are developed يعني كلما كانوا متطورين، the more proof. خدوا بالكم احنا جبناها بطريقه ثانيه لانه كاتب لي دل ذلك على الرقاية، the more proof it leads to رقي المجتمع to the advance of it. it هنا عايد على society بس مش هنكتبها. طيب خلينا زي ما هي مستر عصام تاني كده ونقراها برضو مره تانية كده تبقى واضحه قدام. نكتب literature. أيوة. literature and أيوة. arts الفنون، الاداب والفنون أيوة. are the mirror of أيوة. المصطلح ده تمام أيوة. of the society مرآة تمام. المجتمع the more they are developed. طب ما نقول يا مستر عصام the more developed they are، متعودين دايما نجيب ايه الصفه بعد تركيبه ايه the more، تبقى the more developed they are. ها الجزء الثاني احنا بنبسطها له شويه the more they are developed the more proof it leads لما كان دليل على تمام حلو قوي. يبقى تاني كده the more developed they are the more
الجزء الثاني the more proof it leads proof to it leads to advance it اللي هو الايه advance or progress. تمام. طيب عندنا مستر عصام دلوقتي ايه من الوادي الجديد. ايه الو ازيك يا ايه؟ الحمد لله تمام يا حبيبتي. الله يسلمك اتفضلي. كنت عايزه كان عندي سؤال في الفايندر فايند ذا ميستيك. طب ما تنسيش ان احنا عندنا ترجمه تمام كانت جايانه من علاء فلسه هنكمل ترجمه علاء هتساعدينا في الترجمه وناخد سؤالك. يلا كده بص مع مستر عصام شوفي كده دينا آية عفوا بصي آية بيقول هنا إن الجدل والخلاف بين أفراد المجتمع يؤدي إلى تدهور جميع مجالات الحياة. هنوقفها بس لغاية هنا أفراد المجتمع. إن الجدل والخلاف بين أفراد المجتمع تترجم إزاي بالراحة كده؟ هو خلاف differences ماشي طيب وجدل ممكن نقول debate. احنا عايزين نفرق بين خلاف واختلاف. في فرق بين خلاف واختلاف. ها طيب الجدل يعني بقى ايه تفتكري؟ اول ما فيش كلمه ان عندنا مش هنترجمها هنقول الجدل. الجدل يعني ايه؟ عندنا الفيرب argue. طيب يلا مستر عصام اكتب ماشي. يبقى هنقول هنا argument argument and and ايوه ايه يقول لك الجدل والخلاف between انت نطيتي الخلاف يعني. طب ماشي هنكتب differences ماشي اوكي between member of society the members of the society. هنكتب مستر عصام نكتب كلمه كده عندنا اسمها dissidents دي اي دبل اس اللي هي كلمه خلاف الراي بالذات يعني دي اي دبل اس اي دي اي ان سي اي ديسيدنس اللي هو خلاف الراي بالذات يبقى دي ارجمنت اند ديسيدنس بتوين اور امانج. كملي ايه انا معاها. تمام كملي ايه. ديو تو يؤدي الى ولا ليد تو؟ ليد تو ايوه تمام ليد تو تدهور. دي هتبقى صعبة شوية عليكي أفكرك بيها كده ونكتب كلمة deteriorate. تمام يتدهور lead to deteriorate بس هنخليها بقى ناون بقى. تعرفي تطلعيها ناون كده آية deteriorate. غششك يا آية. يلا قولي deterioration. خلاص مستر محمد خلصها اهو. طيب ده كلمة مثلا مستر عصام قول لها مثلا كلمة decay ممكن يا برضو أو drop نفس القصة برضو تبقى تدهور. وكلمة سهلة جدا تعرف كلمة دروب اكيد آية تبقى دروب او ديكي او ديتريوريشن برضو اللي كلهم معناهم تدهور. تمام نكمل بقى in the fields of life او in different fields of life. يعني دايما يا مستر عصام في الترجمة الطلبة بيبقوا مستنين يشوفوا التركيبات شكلها ازاي. عشان كده مشكورا بنخلي الورقة قدامهم ولو ثواني نقراها مرة واثنين عشان يقدروا يتابعوها ويقدروا يكتبوا الكلمات المهمة عندهم دايما. اتفضل. طيب تاني كده آية عشان هي تقريبا يعني اتخضت شوية. argument and differences between the member of the society lead to. ناخد بالنا من حتة lead to ما كتبناش leads to لأن أنا بتكلم على argument and differences جامعة. lead to يبقى the deterioration هو التدهور زي ما قالنا مستر محمد كلمة بسيطة شوية decay أو downfall تدهور أو سقوط the fields of life. تمام هي آية نسيت السؤال بتاعها. آية لسه موجودة معايا؟ آية. طيب الفانز ميستيك بتاعك بقى رودينا. ايه رودينا؟ اكتب اسهل من رودينا. اكتب آية إيه؟ طيب نكتب آية. تفضلي يا آية. تفضل. Is looked like Her grandmom yes her grand mom. في سؤال تاني؟ في شوز. تفضلي. Some of the boys. The E. The boys. Some of the boys. V O. أيوة. B O Y S.
ماشي اوكي. Some of the boys. Some of the boys. Space. Space. ايوه. ايوه. To have been. To have been. Most counted. تاني آية علي صوتك. To have been most counted. Houses? Mice counted. Mice? Mice? Oh. Mice. The spelling is a type of the spelling of mice. Seen? Seen? Spell mice counted? Ah, spell كلمة mice the first day. إذا كانت mice اللي سمعها. M-I-C-E? M-I-C-E. لا 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 بس اعمل سبيلنج ما تعديش الكلمه. ام اي اي ام اي اس سي سي او يو ان تي اي دي ان ميس كاونتد بقى. ميس كاونتد. طيب ماشي حبيبتي كملي التشويس. سي 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 سين سين و ايوه وسن سبيل سبيل والسين السين السين في حاجه اسمها السين برضك السين. طب الفيرب ده اعمل سبيل كده الفيرب اللي تكلمي عليه ده. هو دلوقتي ايه الفيرب سي اس اي اي ولا سيم اس اي اي ام اس اي اي طب الايه وام تمام. ايوه يبقى سيم بقى سيم عدل سيمد ماشي. وايه سيمد وسيمينج. طيب اوكي بالراحه كده ونشوف ماشي ايه تبعينا بقى. ماشي شوف الاجابات. لما قول لنا ايه از لوكد لايك هير جراندما كلمه از ده فيرب لوحده. تخيل ان اللوك دي ده فيرب تاني لوحده. تمام. ما ينفعش اركب الجمله بالطريقه ديت. لما اقول هنا ايه يا اما اشيل دي خالص واقول هنا ايه لوك دي لايك هير جراند ما وانتهت. طب نخليها بريزنت يا مستر اصلا تبقى ايه لوكس لايك. لوكس لايك. اه. بس هو ممكن عشان في فايند ميستيك ممكن احذف. يعني الجمله محطوط فيها حاجه زياده لو اتشالت الجمله اتعدلت. يبقى ممكن نقول ايه از لايك هير جراند ماذر او ايه لوكس لايك هير جراند ماذر. تمام؟ تمام. is like او looks like ده الجزء الاول. طيب تمام. نيجي بقى للتشويس بتاعنا السبيلنج طبعا عاصلك شويه معانا. some of the boys to have been miscounted. في حد بيعد الاولاد في الطابور فبيقول some of the boys. كاتب لي هنا seem to be و seemed to be و seemed و seeming. اول حاجه some of the boys ده كده جمع مش هينفع is seemed هنستبعد دي و seeming ما ينفعش فاضلهم. عشان ما فيش اي نجي اصلا في الفيرب اصلا. يبقى فاضل الترجمه بقى بتاعت الجمله عشان نشوف الاختيار بقى ماشي ازاي. some of the boys بعض الطلبه. بعض الطلبه وبويز واضح انها جمع. يا ترى اقول seem ولا seemed to have been. to have been لو خدتوا بالكم تدي ريفرنس لحاجه في الماضي. يعني لما اقول هنا some of the boys يبقى seem to have been miscounted. ليه؟ لان الولاد كان باين عليهم ان هم مش موجودين في العد بتاعنا فطلعوا ناقصين. تمام. Seem the two happy. Thanks Mr. Assam. And we have a call from Cairo. We have Kareem. Hi Kareem. Hi Mr. How are you? الحمد لله. How is your English? كويس الحمد لله. زي الفل انت راجل ممتاز. اتفضل يا كريم. كنت عايز جملة ترجمة مستر حضرتك اللي حضرتك. انت عايز تتسأل. ماشي بس انا عندي جملة هتسأل برضه. طب نسمعك الأول اتفضل. إن الطريقة. إن الطريقة صحيح التي يربي الطريقة التي يربي بها الوالدان. التي يربي بها الوالدان أطفالهم تؤثر على حياتهم في المستقبل. حاضر. أطفالهم بقى يا ابراهيم. تؤثر على حياتهم في المستقبل. تمام. بس وحضرتك عايز تسألني اتفضل. انت الأول بس مستر عصام هيجاوب لك السؤال ده واحنا نسألك. اتفضل. اسمع بقى مستر عصام. بص يا حبيبي احنا عندنا الاول الجمله اولا كلمه ان اتفقنا انها مش بتترجم. الطريقه التي يربي الجمع بتاع الجمله هنا او الطريقه اللي انا بنظر اليها كلمه يربي ده الفيرب هو ده اللي بيحدد لي الانطلاقه يا ترى الزمن هيبقى ايه. يربي واضح انها بريزنت سيمبل. خلينا في القصه دي.
يبقى هنقول هنا الطريقة التي يربيها بها الوالدان، الوالدان يبقى parents، يبقى the way الطريقة. The parents أو that the parents الوالدين مع بعض. جميل أوي كلمة يربي. Bring up. تمام. يربي بهم يبقى أطفالهما. Their children. طالب يقول لي أنا أعرف كلمة kids، أقول له أوكي مش مشكلة. تمام. مالها بقى؟ تؤثر على حياتهم. فاضل حاجة واحدة بس ومهم. يؤثر بقى. أيوة. اللي هو verb affect. أيوة. يا ترى قصته تبقى affect ولا affects؟ ولا effect؟ مثلا. هروح رجع لكلمة the way لأن هنا ده الفاعل الأساسي بتاع الجملة. يبقى هقول هنا affects تؤثر their. خدتوا بالكم ان انا قلتش يؤثر على، ما قلناش on. Affects their life in the future. مستر حضرتك برضك لما مثلا بيقول لي اسمه ايه تسعى اترجمها ازاي؟ انا بترجمها want to. كلمة ايه؟ يسعى. يسعى. طب بس الاول عشان الجمله بتاعت مستر عصام اللي قالها لك حالا قال لك the way the parents. The way the parents. ممكن نقول the way that the parents use، او على طول هي اصلها the way which the parents use. فقلنا اختصارا قلنا the way the parents bring up their children affects. affects عايدة على كلمة affect. أيوة. على the way. تمام. affects انت لاحظت ما فيش حرف جر، في اختلاف بينها وبين effect اللي هو بدأ بالاي. تمام. بعدها دايما object على طول، يبقى affects their children in the future. تمام. كلمة يسعى بقى انت عندك كلمة seek او كلمة زي ما انت كلمة want انت طبعا فكرت زي الفل مفيش مشكلة خالص. ولكن دلوقتي جينا بقى ان احنا نسألك، هو عايز بس يتأكد. ايوه هي seek، هي قدامك هي محمد. تمام. s e كريم. كريم عفوا اسف يا كريم. seek s e a k والماضي بتاعها sought. s o u بيتكلم على كلمة تانية. هو بيتكلم على يسعى. يعني عايز يتاكد يعني هل هي سيك ولا وونت تو. الاثنين. الاثنين. استنى بقى اسالك السالفه في ترجمه مستر عصام. ايوه. في الوحده نفسها بتاعت. طيب بص كده يا كريم، يعد يحيى حقي رائدا في مجال القصه القصيره. يحيى حقي. ايوه. is considered تمام. نكتب ورانا صح. ذا بايونير. جميل. اوف شورت ستوريز. is considered a pioneer. the pioneer of. لا شوف كريم مستنيني لما اكتب كمان. برافو عليك يا كريم. of the pioneer of ايه؟ short story. the short story. برافو عليك كده. مستر معلش بس اخر حاجه. لما بيقول لي يعني هي السنه اللي فاتت جت قال القصص البوليسيه دي اترجمها ازاي؟ انا سالت فيها اساسا الوحده الخامسه عندك اجاثا كريستي. قلنا ايه؟ ذا كوين اوف كرايم فيكشن. كوين اوف كرايم فيكشن. يبقى كلمه كرايم فيكشن هو الادب البوليسي. تمام. او ادب الجريمه زي ما بنسميه. يعني القصص البوليسيه هي كرايم فيكشن. كرايم فيكشن. يعني لما حضرتك لو انا قلت بوليس ستوريز يبقى غلط؟ لا لا لا، دي مش قصص رجال الشرطه. لا بوليس هنا اللي هم رجال الشرطه عموما، فاحنا هنا لو كرايم فيكشن ستوريز. طب يا مستر معلش بس اخر حاجه، ممكن حضرتكوا يعني زي ما الانجليزي ده لكل شعب الثانويه العامه، يعني زي العربي بيبقى ساعتين، الانجليزي ليه ساعه واحده؟ يعني انت عارف طبعا عشان نكمل مواد كتيره جدا وساعات الهواء تبقى قليله، ولكن بنحاول ان شاء الله ان احنا نكون ساعتين باذن الله. معلش بس ممكن حضرتك تبقى تنوي على الحلقه الترجمه بس عشان حضرتك دي عقده جيل كامل. طيب حاضر يا كريم. هي مش عقده ولا حاجه. زي شفت النهارده كان عندنا كذا حد من كذا محافظه اتصل على الترجمه، وريك شفت حتى لما حبينا نسالك سالناك في الترجمه. اوكي كريم ثانكس لوت يعني وذ بيست بلاك اند
نشوف مستر عصام كريم. كريم قال لنا حاجه وفتح الباب جميل قوي لكلمه القصه او قصص الجريمه او الكرايم ستوري عموما او الكرايم فيكشن. احنا عندنا هنا منها مصطلحين، لان في مصطلح دارك اسمه ديتكتيف ستوري، عشان لو جت على بالك هو براحته يعني. مثلا السؤال بتاع الترجمه تحديدا اللي كل الطلبه بتنادي بيه، هو بيقولك براكتس، انت تمرن اكتر، والكلمات البديله ما تخليش كلمه صعبه في ترجمه او في قطعه سواء عربي او انجليزي تبقى مشكله. ليه؟ احنا مش بنعمل لك درجه على اللي انت حافظه من جوه القطعه، انت اسلوبك وترجمتك والكلام اللي احنا بنسميه التنسيق او البهارات هو ده اللي بيعوض الكلمات الصعبه، فما هياش مشكله ولا حاجه. بس عموما يا كريم ان شاء الله هيبقى فيه ترجمه كتير من هنا قريب. طيب عندنا كمان رحاب من بني سويف. هاي رحاب. هاي مس، هاو ار يو؟ فاين. تمام، نشوف بقى فاين في الانجليش ولا ايه. هاي مستر عصام هيحكم. اتفضلي يا رحاب. عندي ترجمه برضه. تمام، النهارده يوم الترجمه. اتفضلي. علينا ان نتحد. علينا ان نتحد. وان نقف صفا واحدا. ما هو نتحد ونقف صفا واحدا زي بقى. ماشي، ونقف صفا واحدا. امام القوى الاستعماريه. امام القوى الاستعماريه. التي تحاول تقسيم الشرق الاوسط. التي تحاول تقسيم الشرق الاوسط. الى دويلات صغيره. بيكتب مستر عصام اهو، الى دويلات صغيره. صغيره. تمام زي الفل. واخر واحده بقى ترجمه ثانيه. طيب لا تتصور. ثواني الراجل بيكتب اهو. دويلات صغيره. ايه لا لن تتصور مصر. استني يا رحاب، انت مش بتبص معانا على الشاشه. يا بالراحه، دويلات صغيره. ادي اول واحده. ادي اول واحده. الثانيه اقول يعني ولا ايه؟ اتفضلي. لا انت مش شايفين على الشاشه ولا ايه؟ نعم. متابع التلفزيون دلوقتي ولا لا؟ لا انا دخلت اوضه ثانيه عشان صوت يعني. طيب تمام تمام. اتفضلي يا حبيبتي، اتفضلي. بعد ما تملي مستر عصام ارجعي اتفرجي على الشاشه عشان تبقى تشوف الترجمه شكلها ازاي. اتفضلي. ماشي. لن تتطور مصر الا بسواعد ابنائها. لن، حلو قوي الترجمه دي. لن تتطور مصر الا بسواعد ابنائها. الا بسواعد ابنائها. المسلحين بالعلم. المسلحين بالعلم. تمام. والثقافه والملمين بانواع شتى من الخبرات. والملمين بانواع شتى من الخبرات. طب انا ممكن اقول حاجه؟ قولي. ده غير اللي انا حاولت في الترجمه الاولانيه بس مش متاكده منها. ما احنا دلوقتي عايزك ترجعي برضو وانت معاك التليفون، نرجع ترجع للشاشه هتشوف الكلام مكتوب، وتحاولي مع مستر عصام تمليه بقى انت عملت ايه. اتفقنا يا رحاب؟ ماشي. بس وطي التلفزيون بقى لما ترجعي. ماشي. اقول دلوقتي؟ اتفضلي. اتفضلي. We have to unite together against the colonial power. لازم نعرف برضه ان الحاجات السياسيه مستر عصام ما فيهاش تركيز في الامتحان. بدانا شويه. ولكن مستر عصام بيكتب معاك يا رحاب واحده بواحده بكده عشان We have to unite into one hand or one man against ده اللي انا لقطته منك بقى. Against the colonial power. Power which tries to divide. برافو عليكي. divide the Middle East. the Middle East into smaller and weaker countries. into small دويلات and weak countries. يا رحاب انت بالطريقه دي والترجمه دي احنا ممكن نقول لك من دلوقتي ان الخمس درجات ان شاء الله مضمونين معاكي فعلا. تمام، احنا فاضل لنا حاجه صغيره بس ان احنا نرجع نقول انت حددتي هاف تو اي زمن. ليه قلتي هاف تو ما قلتيش هاد تو؟ عشان احنا لازم دلوقتي علينا يعني. علينا ان نتحد، لان يعتبر هنا ادفايس للحاجه اللي فيها. طيب دي كده مظبوطه. طب الثانيه مجهزها ولا نتكلم فيها سوا؟ لا انا كنت مش عارفه بس المسلحين انا ممكن اقول armed with fine furniture. كويس كويس. لما اقول لي هنا arm لوحدها يعني زراعة، لو انا قلت armed with مجهز به، او equipped برضو مجهز به. طيب دي اللي كانت واقفه معاكي؟ هي دي. طب خلاص كده اتفكت، قول لنا بقى كده الجمله على بعضيها. لن تتطور مصر الا بسواعد ابنائها. لا قولي لي الترجمه بتاعت الانجليش. Egypt want to develop. ايوه نكتب كده. Egypt want
develop without without مش عارفه السواعد دي برضه هي سواعد تعتبر الايدين برضه هي الايدين ساعد يعني يد without the hands of of there it's بقى ولا there عايد على مصر اه of it's بقى تمام it's sun ايوه sun ولا suns لا ابنائها اه يبقى جمع جمع ماشي it's suns who armed with science and culture armed with science and culture culture والملمين دي بقى ايه بقى اه جميله قوي كلمه الملمين بشتى انواع الخبرات يعني عندهم خبره يبقى هنقول ايه يمتلك هذه الخبره ها اتفكت شويه كده بتكتب معنا؟ يمتلكوا الخبره يا رحاب يمتلكوا يعني اسهل بقى يعني تخفف عن نفسك شويه بدل ما بتقولي مثلا الملمين بملم بالشيء يعني ايه يعني عارفه صح اه يعني يمتلكوا يبقى مستر عصام بيقول لك ان هم بدل ما اقول كلمه ملم بالشيء يبقى انا ممكن اقول كلمه ايه يمتلكوا الشيء يلا حاولي كده هو ار هو هاف ايوه اند هاف تمام انواع شتى different different types of experience تمام بس هنغير different ونخليها ايه many kinds of experience طيب ثواني بقى كده يا رحاب خليك معايا الخبرات بتتجمع بقى تمام يا ترى انت قلتي experience ولا experiences لا مفرق طيب هي عموما احنا عشان نبقى عارفين والفرق لان في زميلك سبق قبل كده في الحلقه واتصل بيتكلم على المفرد انا عندي اكسبيرينس ككلمه ما تتجمعش لانها مجال او خبره لكن لما اقول اكسبيرينسز مجموعه يبقى معناها هنا تجارب في الحياه بالظبط هي دي المفروض طيب يبقى نقراها تاني مستر عصام كده نقول ايجيبت ورحاب برضو كانت معانا من شويه ايجيبت وونت ديفلوب لن تتطور مصر without طب كده مشيت without the hands of its sons تمام بدون او من غير سواعد ابناء armed with science culture and have many kinds of experience تمام مهم قوي ان هو armed جاب المستر عصام يعني اللي عندهم ملمين بمعرفه مختلفه اوكي طيب هنرجع تاني للوحده بتاعتنا مستر عصام مش عارفين نتكلم فيها النهارده سبت صلاه اتكلم اتفضل بس هو في سؤال ما انا كويس انا افتكرت عشان ما يضيعش مننا في كان زميل لينا كان اتكلم وفي مكالمة تانية النهاردة أكدت هذا الكلام على كلمة respect الفرق ما بينهم كنا هننساها كنا هننساها هننسى إيه respect عشان ما يزعلش مننا كلمة respect هنا تمشي verb وتمشي noun ده كان إبراهيم بالراحة كان إبراهيم مظبوط عشان إبراهيم ما يزعلش respect هنا كverb بمعنى احترم we should respect our elders معناها يجب ان نحترم كبارنا في السن يبقى ريسبكت هنا مستر عصام جت فيرب جت فيرب طيب ممكن بقى اجيبها كناون في جمله ثانيه هقول لك هنا اي كانت هيلب يو وذ ذس ريسبكت واحد يقول لي ايه ده جايه في اخر الجمله ايوه لان هنا كده معناها ناون امر او شان ماتر يعني وممكن احترام لما قلنا عائشه عبد الرحمن wrote under the pen name of بنت الشاطئ as a sign of respect to her father sign of respect يعني كدليل او اشاره على الاحترام طيب انا معايا دلوقتي محمود من البحيره هسال محمود في الاول في كلمه respectable وكلمه respectful هاي محمود يا مرحبا ازيك الحمد لله بخير محمود الاول انت سمعت السؤال بتاعي تقدر تقول لي الفرق بين كلمة مستر عصام مشكورا قال لي كلمة respect استخدمها لي ك verb وقال لي respect as a noun كاسم انا عايز بقى عندي صفتين respectable و respectful يا ترى ايه الفرق يا حودة respectable يعني قابل للاحترام او جدير بالاحترام اما respectful يعني يظهر احتراما الراجل ده ممتاز لا وضحها مستر عصام تاني هو قال بالظبط اللي احنا عايزينه لكن نوضح اكتر لزمايلك طيب نسمع سؤاله الاول نسمع سؤالك يا محمود اتفضل كنت بستفسر بس مثلا عن الترجمه اللي هو بين افراد المجتمع ليه عملناها between مش among طيب انت عارف بس ان كلمه among اكتر من اثنين دايما صح؟ تمام لكن كلمه between تنفع اثنين او اكتر من اثنين يعني between تنفع كده او كده
between you and I أو ممكن نقول between us كجمع. لكن كلمة among دائما أكتر من اثنين. فهم توقف في السبب فهم على الشيء؟ موجود في الفيلينج بتاع يوم السبت جملة بتقول I am afraid that's all we have time for any today. بيت يا محمود محمود شاطر زي الفل بس واحدة واحدة عشان مستر عصام بيكتب يا حبيبي. I'm afraid I'm afraid that ايوه that's all we have that all we have that's all we have time ده كان اخر الكونفرزيشن اخر الليسننج اخر الحوار شفنا الراجل بريزنتر مقدم الحلقه بيتكلم في الوحده بتاعتنا الوحده السادسه اللي هي the importance of trees بيقول I am afraid that is what we have time for بيقول thank you to everyone. طب ليه بيقول thanks for؟ ايوه صح كده بيقول في الاخر thanks to everyone ماشي thanks for everyone. باختصار انت بتسأل على كلمه thanks انت عارف طبعا ان كلمه thanks to معناها بفضل تمام؟ تمام حلو قوي لكن ايه برضه لما اقول thanks to وايه الفرق كمان بكلمه thanks for؟ ممكن نقول thanks for somebody if he is present لو شخص حاضر قدامي بقول له thanks for you لمستر عصام مثلا يعني بقول له thanks for you معايا كده لكن لما اقول thanks to somebody فانا اقصد هنا their efforts مجهوداتهم يعني معايا كجملة ضمنية يعني embedded فبنقول thanks to everybody نقصد for everybody's efforts يعني انت شفت كان في كولرز في الوحدة نفسها ناس متصلين كتير وشفنا كان في عندنا بروفيسور وكان عندنا البريزنتر فكل الناس دي شاركت في اخراج الحلقة عشان كده بيقول thanks to everybody اتفقنا؟ تمام طيب هنرجع تاني مستر عصام توضح لنا شكرا يا محمود عموما وتابعنا وهنرجع تاني مستر عصام هتوضح لنا الفرق زي ما كنا بنقول بين كلمة respectful بالأمثلة هو محمود مشكورا قال لنا الفرق بالفعل هنعرف بيه الأمثلة بين respectful and respectable اتفضل اوكي انا عندي كلمة respectable يعني محترم من قبل الناس لما يقول لي هنا this person هذا الشخص is quiet respectable معناه انه ينال احترام الناس يعني الناس respect him يعني respected ايوه بالظبط لا عشان نوضح بس فرق شويه مستر عصام لما اقول he is respected يعني يلقى احترام من الناس لكن كلمه respectable في الاغلب بتطلق على position كمنصب او family او he is from a respectable family يعني تلقى او تحظى بالاحترام لكن طبعا كلمه respectful if you will طبعا دي معروفه مستر عصام زي حاجات كده جدا لما منتهي باف يو ال تبقى دايما ايه منبع للشيء أيوة يبقى respectful معناها بقى يحترم من الاخر هو اللي بيحترم ايه الاخرين اتفضل كمل خدنا بالنا الجمله اللي قالها لنا مستر محمد this profession هذه المهنه is respectable معناه is respectable تنال احترام الاخرين تمام. يعني الناس بينظروا لها باحترام اما respectable خدوا بالكم ان احنا بنتكلم على adjectives كلها لغايه دلوقتي this man is very respectful to his peers خدوا بالكم كلمة peers E-E-R-S معناها mates هذا الرجل يحترم الآخرين يعني هو الconduct بتاعه أو behavior بتاعه في توقير للناس أو احترام للناس طيب what else مستر عصام في اللانجوج نوتس بالنسبه للكلمات اللانجوج نوتس احنا طبعا يحيى حق ما لحقش ياخد حقه بصراحه عموما هي كنت بتكلم كل الكلام في الوحده مستر عصام احنا بنكتب هنا way out style بما اننا قلنا في اول الحلقه يحيى حقي is a pioneer هنقول هنا يحيى حق is style of ايه بقى of writing الراجل دوت اسلوبه في الكتابه is still respected بقى لسه بنتكلم على respect is still respected معناها اسلوبه في الكتابه ما زال يلقى الاحترام من الناس تمام
ده بالنسبة لوي والستايل وباينير. بس في حاجة بقى مهمة قوي كنا عايزين نتكلم فيها قبل الحلقة ما تخلص. تفضل سريعا. هنا بنقول هنا يحيى حقي is famous for, معروف فيه his works أعماله الفنية, مع ان احنا عارفين ان في الـ unit 2 work لا تجمع, لكن انا مقصود بها الأعمال الفنية بإيه. He concentrated his works on the poor and disabled. لو خدتوا بالكم كده كلمة the poor, استعمل the هنا مع الصفة اللي جاي وراها. لما يقول لنا the poor, the rich, the disabled, the deaf, خدتوا بالكم ان احنا ما حطيناش موصوف وراها في الحالة ديت. لما يقول لي هنا الفقراء او الاغنياء او الصغار, تعالوا بقى شوفوا لي الجملة اللي موجودة عليها هنا. The poor are in need of our help, اللي هما الفقراء. خدتوا بالكم ان الصفة دي تمشي عليها جامعة. The poor are in need of our help. هنا بتساوي جملتها الأساسية. Poor people are in need of our help. دي كانت الحتة الأخيرة بتاعت the poor. ولو في وقت صغير بسيط قوي نتكلم في قصة a day, a month, per hour, per person. يعني مثلا لما حد يسألك كده يقولك ايه, how many hours do you work, انت بتشغل كم ساعة في اليوم, في اليوم. فيقولي I work 8 hours a day. أو he earns 500 pounds a month, يعني يكسب. يبقى كلمة a day بتساوي per day, يعني في اليوم. النهاردة أحبائي شفتم هتكلمنا يعني مجمل محادثتنا كانت كلها في الوحدة الرابعة. تلقينا صلات من محافظات مختلفة كتير جدا, طبعا بنهيب بكل محافظات كمان تشارك معنا وكل الطلاب. حضر أسئلتك المرة الجاية إن شاء الله. هنتلقى صلاتكم من الساعة واحدة وهنناقش مع بعض مستر عصام وأنا, هنتكلم على الوحدة الخامسة وكل التمنيات. And until we meet again, good luck and goodbye.